شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت المباراه بفوز نادي الاهلي 81-66، فارق 15 نقطه في مباراه الحقيقه كان افضل نتائجها نادي الزمالك كانت التعادل. مبروك النادي الاهلي، هارد لك نادي الزمالك، كده خطوتين خلاص على التاهل لدور الاربعه. يتبقى مباراه وحيده، مباراه المرتبط ان شاء الله، اذا فزنا فيها يوم الجمعه نتاهل رسميا باذن الرحمن لدور اربعه. غالبا هنقابل ان شاء الله نادي الاتحاد الاسكندريه، ولكن لكل مقام مقال. سننتظر مباراتين يوم الجمعه باذن الله، والنادي الاهلي دايما يعني ما بيتكلمش عن المباراه اللي بعديها الا ما تنتهي المرحله اللي هو فيها. برحب بيوفي اللي منورني بعد المباراه. كابتن هاني برحب بحضرتك، مبروك. اهلا بيك، الله يبارك فيك. بنبارك النادي الاهلي طبعا، بنبارك ان احنا رجعنا لمستوانا، بنبارك ان احنا فرقتنا رجعت التاني واقفه على رجليها وبتلعب الجيم بالشكل المناسب. يعني كابتن سلعاوي مبروك، ومبروك اهلا بحضرتك المره الثالثه. مبروك للنادي الاهلي صغار وكبار، وهارد لك نادي الزمالك. النادي الاهلي النهارده قدم واحده من احلى المباريات وغير متوقعه، واعتقد ان خارجه بره التوقعات. طب ليه بره التوقعات يا كابتن سلام؟ علشان كان الاهلي بيمر بمرحله عدم اتزان، عدم اتزان في 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 الادوار التمهيديه. نعم. قبل الوصول الى المباراه دي بدا يصلح الحال من ماتش قناه السويس. النهارده انا في رايي الشخصي المباراه دي بقى لها فتره كبيره احنا ما شفناش من الموسم بتاع الخمسه، ما شفناش النادي الاهلي في هذا المستوى. كابتن هاني تتفق مع كابتن سلعاوي انه المباراه قبليها ما كانش متوقع النادي الاهلي وصل لمرحله قرب من 30 بونت فرق؟ لا يعني بص، ما هو اي فرقه بيمر عليها مراحل، في مرحله اجهاد، مرحله عدم تركيز، مرحله خروج بره النسق، يعني بيبقى دايما ما فيش حاجه بتبقى ماشيه ستيدي طول الوقت. تمام. فلازم يبقى في فترات كده حاجه اب اند داون يعني. فالنهارده الفرقه بتاعت النادي الاهلي لازم خلص الكيرف، خلص منحنى اللي هو الداون، وابتدى يطلع تاني يوصل لمستوى الطبيعي بتاعه، مستوى الاداء، مستوى رؤيه الملعب، مستوى ان انا بلعب ازاي، هدوئي، تحكمي في ايقاع المباراه، ان ازاي باخد الشوطه وانا عندي شوطه، بباسي لما تكون باصه سليمه، شايفين بعض، شايفين بعض. صح. بنلعب مع بعض، بنلعب ديفنس قوي، هي الاساس الدفاع، هو الاساس الدفاع. نعم. انت النهارده اللي حجم نادي الزمالك هو انك بتلعب ديفنس كويس. فلما لعبت عليه ديفنس كويس بتطلع بتحط فاست بريك، بتحط الكره بسرعه، هو بيرجع متلجلج عايز يلحق، مسربع مش عارف يحط باسكت، تروح عليه تاني يحط باسكت، فعملت فرق سكور. طب كابتن تتفق معايا ان احد ابرز نجوم النهارده واللي ساعد بشكل كبير ان المباراه تخرج بهذا الشكل هو ابو النصر، خاصه في الثالث والرابع في دفاعه الجيد على مايو محترف نادي الزمالك؟ تتفق معايا يا كابتن؟ اتفق معاك تماما. يا ابو النصر عمل اداء محترم جدا، واحنا قلنا الكلام ده، اداء محترم جدا. انا شايف كل لعيب النهارده ادت، يعني مفيش حد ما اداش، كل واحد عمل دوره. يعني في بعض الاخطاء طبعا ده وارد، ده باسكتبول، انما في الاجمال شكل اداء الفرقه محترم، شكل اداء الفرقه متزن، المكسب طبيعي. يعني ده فرحان بالمكسب ولا الاداء يا كابتن هاني؟ انا فرحان بالاداء طبعا. كابتن سلاوي فرحان بالمكسب ولا الاداء؟ الاداء، انا يهمني الاداء، لان الاداء هيوصلك للمكسب. صحيح. ما هو النهارده الاداء طول ما انت بتادي بالطريقه دي هتكسب، زي ما الدفاع الجيد هيوصلك للمكسب. انا اقول لك سلاوي، الاداء انت حضرتك فرحان ان فرقتك رجع زي الاول؟ طبعا. فرحان ان مفاتيحك رجع النهارده. برضه عندنا اثنين غايبين مهمين، عزب وسيف، نلعب من غيرهم؟ يعني برضه احنا النهارده مش فرقه، مش كامله 100%. النهارده عندك اثنين من ال 12 اللي عندنا في كل مكان، بس النادي الاهلي وصل شيل وافيه. النادي الاهلي فريقه اقوى فريق النهارده موجود في جمهوريه مصر العربيه، ده قولا فاصلا بالنسبه لنا احنا يعني انا بالنسبه لي بقول ان احنا اقوى فرقه موجوده كعناصر، مفترض ما اثرش فينا غيابات. بيحصل دروبات، ده الطبيعي بتاعت اي فرقه باسكت بول، بس بيحصل لعيبه تجهد، لعيبه تجهد، لعيبه بيبقى خدوا الدوز عاليه شويه، مع شويه يعني راحه، مع شويه تظبيط، تستعيد مستواك، بتخش في كيرف وخلاص الدنيا بتبقى ماشيه. كابتن سلعاوي النهارده مباراتين فزنا بيهم، المرتبط والكبار. فزنا بالمرتبط يوم الجمعه ان شاء الله تاهلنا رسميا، هل ده يكفي ولا انت محتاج في كل الاحوال تكسب وتلعب على المكسب في مباراة الكبار؟ انا اعتقد ان انت محتاج تكسب وتلعب على المكسب، لان انت مش هدفك خلاص بقى، يعني مش هدفك المباراة دي، هدفك البطولة، دوري المرتبط، خاصة الاهلي بقى له فوق الخمس سنين هو محتفظ بهذا هذه البطولة، او من اول البطولات اللي بتخش دولابه، دولاب النادي الاهلي كما كاس وميداليات هي بطولة المرتبط. فبطولة المرتبط دي مهمة جدا، زائد ان انا يعني بحب البطوله دي، لها يعني معزه شويه، ان الولاد الصغيرين
لما بيكسبوا بتبقى بتربي عندهم روح المكسب. روح المكسب. روح المكسب. وبيشوف حاجه هو وبعدين يعني بيشوف الدرجه الاولى وبيعيشهم، بيبقى عنده الويلنج ده انه يلعب. عايز يلعب الدرجه الاولى. فانت بتكون اي واحد بيبقى ليه مثل اعلى من اللعيبه دولت، بيحب ان لعيب معين بيبقى هو مثل الاعلى. لكن البطوله دي بالذات مهمه جدا انا في رايي الشخصي، لان بتربي لك جيل تاني، بتربي لك نشأ جيد جدا وجيل تاني، يبقى الجيل ده باص لقدامه وهدفه. وعلى فكره هي عمليه المكسب دي تعود. نعم. يعني المكسب فرقه بتعرف تكسب. يعني بقول لك ما هو يعني انت وقد يكون عندك فرقه جيده جدا بس ما بتعرفش تكسب. طب كابتن هاني اجي لحضرتك، يعني النهارده انا يعني عايز اقف شويه على كيجو رقم 10 اللي قدامنا. تمام. كيجو النهارده بامانه فاجئني في الاربع فترات اللي لاقي فيهم انه انا النهارده كنت قلقان عليه، يمكن انا مريت بالمرحله بتاعته دي. تمام. وكنت قلقان عليه من اول مباراه ليه مع نادي الزمالك في نادي الزمالك، لانه هو برضو بني ادم بشر يعني، يعني راجل اول انتقال ليه جاي نادي الاهلي بكل اقتناع، النهارده بيلعب معاك بروح عاليه جدا بس اداؤه في الملعب هايل. هو احتمال عشان برضو جماهير نادي الزمالك برضو اساءت اليه شويه في الفتره اللي فاتت، فهو كان برضو متحمس شويه زياده عايز يثبت نفسه. ممكن يا كابتن برضو الضغط ده، الضغط ده يعمل يعني، بس هو خلاص كيجو لعيب قديم مش لعيب صغير، يعني لعيب عنده خبرات، يعني لعيب النهارده ده بقاله 8 سنين ولا 9 سنين بيلعب درجه اولى، فالنهارده لعيب عنده خبرات منتخب مصر، لعيب دولي، فخلاص فاهم الدنيا ماشيه ازاي. النهارده بيحاول يفرض سيطره، يعني النهارده بحاول اوريك ان انا مثلا انا مشيت من عندك، انا اهو انا اهو انا موجود، انا وضعي اهو. صحيح. يعني انت النهارده فرطت فيا، انا وضعي اهو. ادى اداء جيد، عنده حماسه، عنده هدف بيسعى له يعني. فالنهارده ادى بطريقه محترمه. عمر طارق ادى كويس برده جدا. لا كل فرقه نجوم، كل فرقه نجوم. طيب انا عايز برده اتوقف على حاجه، لا احبش اتوقف عليها كتير، بس انا هتكلم فنيا يعني، بس عشان الناس ما تفهمنيش غلط، انا بتكلم فنيا. النهارده احمد اسماعيل كان لاعب نادي الاهلي السابق، والنهارده راح نادي الزمالك. يعني انا يعني هتكلم فنيا، انا كابتن هاني يعني انت فهمنا انا قصدي اقول ايه. هو اداؤه النهارده مع نادي الزمالك لا يرقى ابدا. انا عندي تحفظات على يعني عليك يعني كلاعب، ان هو النهارده بيخسر فرقته مش بيكسب فرقته. يعني أداء انا شايفه يعني النهارده لا يعني اداء بعيد خالص 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 على الاداء اللي كان بيقدمه. هو نفسيا يعني حتى كمان مش مظبط يعني، حتى جوه الملعب طول الوقت عايز يعمل مشاجرات، عايز يعمل بيفتعل مشاكل مع الزملاء، بيفتعل مشاكل مع الحكام، يعني تاثيره سلبي على الفرقه. انا رايي انه تاثيره سلبي. كابتن ممكن في بعض اللمحات يحط لك باسكت، يحط لك حاجه، عايز اقول هو في تاثير سلبي. تاثير سلبي جدا. ويعني يمكن النادي الاهلي يعني ربنا كرم النادي الاهلي بيه. لا بس خليني اقول لك برده يا كابتن سلعاوي، لا بس انه لا هنا لازم نتعلم برده درس. يعني انا قصدي اقول لك ان اللاعب، انا بتكلم في الجنرال يعني عشان ما حدش يقول ان انا بهاجم حد او لا ما فيش، بس انا بتكلم على الجنرال. انت النهارده انت موجود في فرقه ستيبل، شكلك حلو، بتادي اداء كويس، ده ليه ثمن، ده ليه ثمن، مش ان الثمن اللي بيبقى حسابك في البنك. انا اسف في الكلام اللي بقوله ده يا كابتن هاني، انا بتكلم فكر لعيب. مظبوط. انت النهارده راجل محطوط في كاتيجوري معين وثبت نفسك وبدات تستدعى لمنتخب مصر، ولي ولي ولي، الموضوع ليه ثمن. فانت النهارده ما يبقاش اللاعب بيدور بس على حته الماديات. الماديات مهمه طبعا وكل حاجه، ولكن مش الماديات بس هي اللي بتخليك دايما بتلمع، لا، ادائك في الملعب، أدائك وراحتك النفسية. بالظبط. يعني النهارده أنا شايف بس بالنسبة لأحمد إسماعيل، أما كان في الأهلي كان لعيب جيد يعني، أو كان ما داخل جوه السيستم كويس، ده اللي أنا بقوله يعني، واخد بالك إزاي؟ لكن هو قد يكون اللعيب بتمر بفترات معينة. يعني أنا عايز أقول لك برضه على موضوع كيجو، أنت فتحته. كيجو النهارده يعتبر من أفضل اللعيبة أداءً وشكلاً وروحا، واسف، واداؤه احسن ما كان بيأدي مع نادي الزمالك فترات طويله جدا. انا عمري ما شفته في نادي الزمالك كيجو بيأدي اداء. اتفق معاك والله. انا ما قصدي حاجه، انا قصدي اقول على فنيات، وده برضو من العناصر اللي موجوده جنبه. خد بالك انت النهارده في فرق، يعني مثلا فرق منتخب مصر بتبقى ليه، فرق منتخب مصر بتتميز ليه؟ لان بيبقى افضل العناصر كلها مع بعض. فالنهارده أيوة. انت بقوه اللي جنبك، يعني مثلا انا بلعب مع كابتن سلعاوي، الله ينور عليك كابتن. انا وكابتن سلعاوي مثلا بنبقى في ملعب في حته واحده، بنشيل بعض جدا، بنعرف نباسي لبعض، بنشوف بعض، ففاهم دي. طب كابتن هاني هستاذنك، انا اسف مضطر اقطعك، بس هنروح لارض الملعب ومراسلنا محمد توفيق ولقاء مع احد نجوم المباراه، مش احد نجوم المباراه، من وجهه نظر الجهاز الفني، وبلغه كده محمد بعد اذنك والاستوديو التحليلي للكباتن الكبار اللي موجوده، انه كان نقطه تحول كبيره بدفاعه على مايو، وكمان هجومه اكيد، ولكن دفاعه على مايو في التات والرابع هو اللي ادانا
الادفانتج الكبير اللي قربنا من 30 نقطه. اتفضل يا محمد. الجندي مجهول. من جديد تحياتي ليك كابتن هيثم وضيوفك الكرام، كل جمهور نادي الاهلي كل مكان الف مبروك الفوز، فوز مرتبط 18 سنه وكمال الفريق الاول، ويمكن بتفق معاكم تماما في نجمنا النهارده ونجم لقائنا كابتن محمد ابو الناصر. يمكن كابتن هيثم، كابتن محمد السلاوي، كابتن هلال عبد المنعم بيبلغوك ان هو وجهه نظرهم انك واحد من ابطال المباراه النهارده، خاصه في الكوارتر الثالث والرابع بايقاف خطوره مياو تمام. اولا تحياتي لكابتن هيثم وكابتن هاني وكابتن سلعاوي، تحياتي لهم جميعا. والله الحمد لله كان يعني الحمد لله النهارده التوفيق كان محالفنا، وعرفنا ان احنا نركز في الماتش كويس، عملنا شغل ديفنس كويس قوي، كنا مذاكرين كويس، كوتش اوجاستي كان مدينا ايه اللي ممكن هنعمله في الماتش عشان نوقف المحترف. الحمد لله يعني ربنا وفقني ان انا ممكن اكون من احد الاسباب، انا والرجاله ان شاء الله يعني كل واحد عمل اللي عليه، والحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله. كابتن محمد كنا مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه، يعني الحمد لله طول المباراه احنا متقدمين، الزمالك يمكن اكتر مره قرب منها كان فرق بونت لينا، الحمد لله ما تقدمش او حتى احرز التعادل مع النادي الاهلي. الشوط الاول الثالث الرابع كلهم بسم الله ما شاء الله تفوق اكثر من رائع، ما فيش غير بس يمكن قربوا منها شويه، الفرق كان اقل في الشوط الثاني، ولكن بسم الله ما شاء الله النهارده اداء من اول دقيقه لاخر دقيقه اكثر من رائع. والله بص، هو برده في الاول وفي الاخر ده ماتش اهلي زمالك، بيبقى ليه حسابات كتير، بيبقى فيه ضغط على الفرقتين، الفرقه اللي بتبقى مركزه اكتر واللي مجهزه اكتر للماتش هي اللي بتفوز في الاخر. طبعا الاجواء يمكن اللي حصلت في الشوط الثاني ما كانتش يعني اثرت ان اللعيب يفضل قاعد مستني ده كله اثناء المباراه، بتدي ضغط على اللعيب اكتر، بتبقى انت خلاص سخنت وبترجع تبرد وترجع تسخن ثاني، بس الحمد لله يعني احنا قدرنا ان احنا نرجع في الجيم في الهاف تايم الثاني وربنا وفقنا الحمد لله. شكرا كابتن اسماعيل، لكم دايما التوفيق، ومستنيكم باذن الله تاكدوا جدارتكم في مباراه يوم الجمعه، وباذن الله تشاركوا في الدور قبل النهائي ان شاء الله. باذن الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ونوعدكم بكل البطولات باذن الله. شكرا. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع محمد ابو النصر، واحد زي ما حضراتكم قلتوا من نجوم المباراه النهارده، مستمرين في تغطيتنا مباراه الاهلي والزمالك. كمان كابتن هيثم اتفضل. محمد بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه كلمتين مهمين من ابو النصر، وزي ما حضراتكم شايفين ده العادي مع نادي الاهلي، هي مباراه وانتهت، واللعيبه مش مبالغه طبعا، مباراه قمه مش مبالغه بالفرحه، ولكن في تركيز في مباراه الجمعه، انت لسه ما تاهلتش، انت لسه ما خدتش حاجه. النادي الاهلي ما بيفرحش بمباراه ولكن بيفرح ببطوله والفتره محدده ويبص اللي بعديها. وخليني كمان اقول انه المباراه اللي جايه يوم الجمعه انت عندك وقت لاستعاده الاستشفاء بشكل جيد، عندك اربع خميس برضو احنا عنا على السيدات كمان عندهم مباريات مهمه، مرتبط السيدات فاز على سبورتنج فاخذنا يعني برضو قدم، هنعرف كمان السيدات هيتم فيها ايه او هيبقى المباراه او النتيجه كام، واكيد هنبلغ حضراتكم لو احنا على الهواء. فاحنا عندنا النهارده الرجال والسيدات ماشيين مع بعض، نتمنى ان شاء الله الاسبوع ده يبقى فيه بطولتين، يبقى فيه بطولتين ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب هنروح محمد مع مين يا جماعه؟ طيب خلينا نروح لارض المباراه تاني، ونروح طبعا المدرب العام القدير كابتن احمد الجرحي، واللي تولى مسؤوليه قياده الفريق في الثالث والرابع، والحقيقه اللي ادى اداء كويس وقياده هايله في التغييرات وقياده هايله من خارج الخط، وكان الحقيقه متواجد بشكل قوي فنيا في الشوط الثالث والرابع. اليك الكلمه يا محمد. مين كابتن هيثم؟ مستمر في تغطيتنا ومعانا كابتن احمد الجرحي مدرب عام فريق النادي الاهلي. كابتن احمد الف مبروك الفوز، الف مبروك الاداء، وبارك لك بشكل شخصي على كاتشانا بقى يعني في الربع الثالث والرابع، اداء اكثر من رائع، الفريق يمكن زود الفرق كمان وما حسيناش باي اهتزاز الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، برحب بكابتن هيثم طبعا، كابتن سلعاوي وكابتن هاني عم منعم، دول كباتننا الكبار، مبروك ليهم، مبروك لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله كان ماتش مهم جدا، مهم جدا انك تبقى المنافس التقليدي ليك نادي الزمالك، نادي كبير جدا في الباسكت بول، كابتن مرعي جهاز فني على اعلى مستوى، انك انت تكسب ماتش في نادي الزمالك دي بتبقى بطوله دايما لوحدها زي ما احنا عارفين مباراه الاهلي والزمالك. فالحمد لله ربنا كرمنا وكرم اللعيبه النهارده السبب الاساسي في المكسب. شفنا الظروف اللي عدت بيها المباراه، طلبنا ده من المراقب قبل المباراه، وانا قلت له باللفظ قلت له اللي هيحصل كارثه، الجواب جاي من الاتحاد الباسكت ان ممكن جمهور بس عن طريق تذكرتي وعن طريق تامين الداخليه وعن طريق يعني في قواعد عشان ايه ان احنا ندخل بيها الجمهور، احنا عايزين جمهور، احنا النادي الاهلي، احنا اكبر جمهور في العالم، يعني هل مثلا تفتكر ممكن فرقه النادي الاهلي تبقى مش عايز تلعب بجمهور؟ انت وراك اكبر جمهور في الدنيا، فانت عايز الجمهور بس عايزه بشكل صح. ما احنا لعبنا اهلي وزمالك في البحرين بجمهور، لعبنا اهلي وزمالك في برج العرب بجمهور، فموضوع بالنسبه لنا مش مشكله خالص. قلت له قبل الماتش هيحصل كارثه، وفعلا حصلت، وحصل زي ما شفت في الممرات هنا
مشكله واتلمت. بس خلينا برضو نقول ان انا بشكر اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك لان كانوا هم على اهتمام ونزلوا لنا وتاسفوا لنا، والناس بتحاول تعمل اقصى حاجه، ناس بتحاول يبقى في روح جديده ما بين الاهلي والزمالك، ودي اللي احنا بنرحب بيها وبنشكرهم. بنشكرهم كفايه ان احنا قناه النادي الاهلي موجوده جوه نادي الزمالك وبتصور، دي حاجه كبيره، ودي احنا عايزين كده، احنا عايزين نغيظ بعض ونهزر مع بعض زي زمان اهلي زمالك، مين ما فيش في بيته اهلاوي وزملكاوي، يعني ده طبيعي. فبس ان احنا يبقى في اخلاق، ما يبقاش في حد يتعور، ما يبقاش في حد لا قدر الله يحصل له حاجه. احنا اصلا مش ناقصين الاجواء اللي احنا كلنا عايشينها، مش مخليك ان انت يعني تبقى ما يبقاش في غل بينا كده بالطريقه دي. احنا بنلعب رياضه، واللي حصل النهارده ما يصحش من اقليه. انا ما بقولكش جمهور الزمالك جمهور محترم وعلى دماغنا، حصل من اقليه بعض المشاكل هنعديها. الكورتر الثالث والرابع الحمد لله احنا سيستمنا واحد، عندنا لعيبة خبرات وقفوا على رجليهم في الملعب، التزموا بالتعليمات، حب يعني الحمد لله ربنا كرمهم لأنهم تعبوا. وأنا قلت لهم إن دايما كل دقيقة اتعامل مع السكور إنه 0-0 أو إنه إيكوال جيم، ما تتعاملش إن أنت 12 بونت 14 بونت. دايما اللعيب بيريح لما بيعرف السكور، دي طبع اللعيب المصري. فالنهاردة الميزة اللي حصلت إنهم الحمد لله ما ريحوش، والحمد لله فضلوا مكملين لغاية آخر ثانية. مبروك ليهم على الاداء الكبير ده، مبروك لجمهور النادي الاهلي النهارده هينام وهو فرحان. زعلناهم بالمستوى بتاع الفتره اللي فاتت، النهارده جزء او شويه من الوش الحقيقي لفرقه النادي الاهلي الحمد لله. كابتن احمد، فنيا كنتوا مركزين قوي في المباراه، يعني على طول من بعد ماتش القناه اتكلمت مع حضرتك بعد الماتش، قلت لي لا خلاص احنا داخلين في اجواء ماتش الزمالك. النهارده كان باين قوي في الملعب بدليل الحمد لله، يعني طول الوقت الماتش ما تاخرناش ولا مره، ولا حتى الزمالك احرز معانا التعادل. اسهل على الجهاز الفني والمدير الفني واللعيبه الماتشات الكبيره، زمالك اتحاد جزيره، دايما بتبقى اسهل لانك مش محتاج تعد اللعيب نفسيا، مش محتاج تعده ذهنيا، انت يا دوبك بتعده فنيا، ولان هو عارف قيمه المباراه وقدر المباراه، وان هو لازم يبقى مركز، وان جمهوره مستني الماتش، وان هو مين اللعيب اللي هيلعب عليه ومميزاته وعيوبه، كل الحاجات دي بتسهل الماتش عليك. فدايما احنا بنحب نلعب الماتشات الكبيره، وده مش معناه ان احنا في الماتشات الفرق اللي هي اصغر او يعني تاريخها اقل من الزمالك والاتحاد والجزيره ان احنا نتهاون، طبعا ده ما يصحش. فان شاء الله باذن الله نفضل ماشيين على نفس الليفل الفتره الجايه باذن الله. شكرا دايما وبالتوفيق دايما، وباذن الله مستنيين على جمهور النادي الاهلي البطوله في النهايه باذن الله. يا رب باذن الله ان شاء الله. شكرا شكرا ميرسي. شكرا كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع كابتن احمد الجرح المدرب العام للفريق. الفرحه حلوه ومفيش كلام، وما اجملها فرحه بالفوز هنا داخل صاله نادي الزمالك بميت عقبه. ان شاء الله الفريق يؤكد جدارته واستحقاقه في مباراه يوم الجمعه باذن الله رب العالمين، وان شاء الله النادي الاهلي يحافظ على لقب بطوله الدوري او دوري المرتبط ان شاء الله رب العالمين. كمان كابتن هيثم اتفضل. محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا، وخلينا استعرض مع حضراتكم دي ثالث مباراه القمه او سلسله مباريات القمه هذا الموسم. اول مباراه كانت مباراه الاهلي والزمالك كره السله في البحرين في السوبر المصري وفاز النادي الاهلي. ثاني مباراه كانت السيدات لكره اليد وكانت في صاله نادي الزمالك، الصاله اللي زعنا منها المباراه النهارده وفازت سيدات كره اليد. النهارده ثالث مباراه في السلسله ويفوز فيها ايضا النادي الاهلي. يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله هتبقى رابع مباراه في سلسله لقاءات ديربي الرياضه وديربي الصالات ما بين الاهلي والزمالك، هيكون يوم الاربعاء ان شاء الله او يوم الجمعه، هيبقى ما بين الاهلي والزمالك رجال ايضا. كابتن هاني اجي لك، يمكن النهارده يعني الاحداث اللي حصلت دي كان فيها استيعاب من المسؤولين، وكانت الدنيا عدت بشكل كبير، وحتى احمد الجارح يتوجه بالشكر للمسؤولين اللي كانوا موجودين في الصاله. يعني قصدي اقول انه الاحترام والروح الرياضيه دي مهمه في الرياضه، مهمة. واللي هيفوز في الاخر هي مصر ومنتخب مصر. بالتاكيد احنا النهارده يعني كل التقدير لنادي الزمالك، طبعا منافس قوي بالنسبه للنادي الاهلي. انا في رايي دايما المنافسه في الرياضه هي اللي بتخلق التميز، فالنهارده يعني طول ما في اهلي قوي في زمالك قوي بتلاقي تميز، بتطلع لعيبه احسن من الفريق القومي. احنا في النهايه مصريين، انتماءاتنا انا اهلاوي في زملكاوي، ده كل واحد حر في انتماءاته. النهارده حته انها تبقى عصبيه وخناقه مش مطلوب ابدا، ده رياضه. احنا في تنافس في الملعب، الناس تنزل تلعب برياضتها والناس تنزل تأدي في الملعب بروح من غير لا نضطر ان احنا نتخانق. ونتخانق ليه؟ يعني الموضوع انه بيأفور الموضوع ليه؟ ما انا ما بقاش مستوعب الموضوع ده. الاحسن هيكسب. العب العب العب، الملعب هو اللي بيخليك تطلع كسبان او خسران، انما تطلع بقى ان خناقه وناس تشتبك ليه عشان برضو مش مفهوم. يعني حتى نوجه حتى للساده الجماهير، حتى يعني من غير تعصب من غير اي حاجه، احنا النهارده جايين نلعب رياضه. الرياضه بنلعبها ليه؟ عشان نطلع في الاخر منتخب قومي قوي نقدر نمثل بيه مصر، اللي احنا كلنا مصريين. احنا اهلاويه زملكاويه كلنا مصريين. كابتن سلعاوي
في المرتبط لو حصل تعادل في النتائج بيلجأوا للكبار. فالنهارده 15 نقطة الفرق اللي انت واخدهم لا يفرقوا معاك في حالة لا قدر الله. كل الحسابات واردة برضو، احنا بنلعب رياضة في الأول والآخر. نتمنى الفوز ونتوقع الفوز للمرتبط، ولكن فرضا ان انت لا اتعادلت في النتيجة النهارده 15 نقطة الكبار بتهالي يريحوك كتير. يريحوك كتير لأن هو لازم يكسبك 16 لا قدر الله، ودي طبعا من الأمور الصعبة جدا. أنا كنت بس عايز أضيف حتة عند على اللي قاله الكابتن هاني بالنسبة لل طبعا جمهور الزمالك جمهور كبير ونادي عريق وضلع من أضلاع كرة السلة في مصر. النهارده شفنا النهارده كانت الأمور كلها طبيعية والروح كانت هايلة، وزي ما أنت قلت في البرنامج إن أول مرة النادي الأهلي أو كاميرا النادي الأهلي تخش تذيع من جوه نادي الزمالك، ونفس الكلام ان شاء الله هيحصل يوم الجمعه. هيحصل يوم الجمعه يعني التعامل بالمجلس دي حاجه يعني كلها احترام، لازم كنا نتوقع يعني كله يفرح لكده. كان لازم نتوقع ان قد يكون في بواقي صغيره من التعصب لسه باقيه، لكن الحمد لله الصفحه الجديده دي اعتقد هتيجي في صالح المنتخب وصالح نادي الاهلي وصالح نادي الزمالك. كابتن سلعاوي يوم الجمعه المطلوب من النادي الاهلي ايه؟ المطلوب من النادي الاهلي ينسى المباريتين دولت ويبدا مباراه المرتبط، لان فرقه الزمالك في المرتبط النهارده قدمت مباراه جيده. نعم. فاعتقد ان محتاجه او اكتر تركيز من اللعيبه بتوعنا من اولادنا، لان اولادنا المفروض احسن من كده، وانا كنت متوقع المكسب كان هيبقى اكتر من كده، لان الاولاد دي مختارين او يعني تنقيتهم كانت اختيارهم جميل. فاعتقد لكن اعتقد الكبار هيمشي على نفس المنوال، لان المكسب بيجيب مكسب، زائد ان كل واحد بيوصل لمرحله بيحب يحافظ عليها، واعتقد ان تدخل على مراحل حاسمه ما مش محتاجه انك انت يحصل لك دروب تاني. كابتن هاني شايف السنه دي يعني الحمد لله دي تاني مباراه لينا مع النادي الزمالك ونفوزها، يعني واضح التفوق برضو يعني خلينا نتكلم فنيا. شايف السنه دي برضه هيبقى كلاكيت رابع او ثالث او معرفش بقى، يعني مش فاكر بالظبط كام سنه على التوالي هيبقى اهلي اتحاد شايف كده. بس برضه انا اعتقد الزمالك هيخش، لان الزمالك لما بيرجع مهاب ياسر وكده ممكن، وده في صالح يعني في صالح كره السله في الاخر في النهايه اجمالا يعني. احنا برضه مش هنبقى مبسوطين لو الفاينالات كلها اهلي واتحاد، الاتحاد يعني برضه مش هنبقى اهلي وزمالك. لا ما اقصدش يعني قصدي يعني قصدي اقول هو لا طبعا يهمني يبقى الاهلي طبعا النهائي طبعا. الفاينال دلوقتي الفاينال فور ايه؟ كان اهلي زمالك. لا بس دلوقتي النتائج لخبطت الدنيا. يعني النهارده لو لعبت الاتحاد في النهائي يعني باحترامي لكل ده ممكن يعتبر نهائي مبكر. هتوصل مع سبورتنج الناحيه الثانيه في الفاينل يعني فاهم؟ النظريه برضو مع سبورتنج ما تطلعوش بره الصوره، ما سبورتنج برضو كان له فتره كان برضو طبعا من احسن الفرق اللي واعتقد ان لا احمد منير ومع واعتقد ان احمد حسن كرئيس نادي سبورتنج كان له باع دلوقتي مهتم جدا بالباسكت سواء اولاد او بنات، والفرقه ماشيه الحمد لله. ماشي يعني بقى في منافسه دلوقتي بقى في اكثر من قطب يعني للموضوع. الله ينور عليك صح كابتن هاني. انا بشكرك نورتني وشرفتني كابتن هاني نجم منتخب مصر النادي الاهلي، نورتنا وكنت منور شاشه النادي الاهلي. تسلم لي يا حبيبي، ودايما ان شاء الله بالمكسب كده ونبارك النادي الاهلي ان شاء الله. كابتن سلعاوي محمد سلعاوي نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، نورتنا وشرفتنا والف مبروك. الف مبروك كابتن هيثم، وان شاء الله يكون دايما وشنا حلو على الفرقه وعلى النادي، ونتمنى لهم التوفيق. وانا مبسوط اكتر للصغيرين والله ان شاء الله يكملوا ويبقى مكسب، وان شاء الله كمان في جيل جاي وراهم ال 16 سنه اللي في عبد الله وجيل جيد جدا برضو، والحمد لله ان في قطاع ناشئين اكيد. النادي الاهلي غني باولاده. اشكرك يا كابتن سلعاوي. اعزائي المشاهدين بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه. دي كان جولتنا النهارده، وانتظرونا باذن الله في المباراه القادمه سواء الاهلي وسبورتنج سيدات او الاهلي والزمالك كره سله هذا الاسبوع. تابعونا على شاشه قناه النادي الاهلي وتعرفوا مواعيد المباريات وايامها بالظبط ان شاء الله. اشكركم شكرا جزيلا والى جوله جديده.